احنا في الاصحاح 9 من سفر اشعياء النبي. بركات على جميعنا امين. الاصحاح اللي فات اتختم بصورة قاتمة كده ان ربنا زعلان والناس عايشة في ظلام. فبيبدأ الاصحاح 9 برجاء امل، طاقة نور بتتفتح قدام شعب الله، وخصوصا ان هذا الاصحاح بيتكلم عن تجسد الله، يسموه اصحاح مسياني يعني تبع المسيح. اول كلمة في الاصحاح تقول ولكن. كلمة ولكن معناها ربنا هيدينا امل، يعني بالرغم من وجود خطايا وضياع وحكم بالهلاك والظلام، ولكن الله لا يترك شعب، وحتى لما احنا بنغلط هو يظل امين. ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. هنا التي عليها ضيق يقصد بيها الأرض اللي فيها ضيق، أو الكنيسة أو شعب الله اللي محكوم عليهم بالضيق. قال لا يكون ظلام، يعني خلاص ربنا حكم بأن الظلام ده ينتهي. كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي، يكرم الأخير يعني الزمان الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأم. كلمة كما أهان الزمان الأول معناها زي ما زمان في الفترة الأولى حصل إهانة لهذه الأماكن بسبب الخطية وبسبب أن ربنا سلمهم للسبي وسلمهم للعقوبة، الزمان الأخير اللي هو هيجي فيه المسيح هيكرم نفس الأماكن اللي كان فيها الخطيئة. الزمان الأول يرمز لآدم، والزمان الأخير يرمز للمسيح. الزمان الأول بيرمز للفترات اللي احنا فيها بنغلط، الإنسان يبقى ضعيف وبيغلط. الزمان الأخير دي بارقة أمل ربنا بينورها وشنا يقول هيجي وقت تبقى كويس. الخطية بسبب إهانة، والبر يسبب إكرام، يكرم الأخير يبقى فيه إكرام. لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. لو تفتكروا في الإصحاح 8 آية 22 الإصحاح السابق على طول قال وينظرون إلى الأرض وإلى شدة وظلمة، قطام الضيق، قطام يعني ظلام، وإلى الظلام هم مطردون. ده حكم ربنا. فجيبها في الإصحاح دوت قال لا خلاص خلصت حكاية الظلام والعقوبة وندخل في البر والنور. كلمة طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، دي الأماكن اللي بدأ فيها ربنا يسوع الخدمة. طريق البحر مقصود به بحر الجليل، أرض زبولون ونفتالي اللي هي أكثر البلاد اللي تعرضت لهجمات من الوثنيين والأمم، وربنا زعلان ومسلمهم للسبي وللعقوبة. ودي معناها أكتر إنسان اتعرض للسقطات والضياع والخطية هو أكتر إنسان هيجيله افتقاد من عند الله. معلمنا بولس يقول حيث كثرة الخطية هناك إيه؟ تزداد النعمة جدا. هذه الأماكن اللي تجول فيها السيد المسيح يفتقد الناس. وهنا يقول جليل الأمم. ليه سماها جليل الأمم؟
لأن المنطقة دي كانت مجاورة للشعوب الوثنية، فالناس اختلطوا بالوثنيين فصار ليهم عوايد زي الوثنيين وخطايا وبعدوا عن ربنا، تسميها جليل الأمم. والجليل دي منطقة واسعة زي ما نقول مثلا محافظة الشرقية، محافظة الغربية، محافظة كبيرة وفيها مدن. كان من أشهر المدن الموجودة في الجليل مدينة الناصرة، عشان كده اسمها ناصرة الايه الجليل، اللي هي عاش فيها السيد المسيح وسمي بسببها يسوع الناصري، وبرضو هي سبب في ان المسيحيين بعض الناس يسموهم النصارى نسبة الى الناصري. وبسبب الخطية المنتشرة في الجليل واختلاطهم بالامم، نسنائيل قال أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح، يعني مستبعد أن الناصرة يجي منها حاجة عدلة. ولكن الشيء العجيب أن الله نفسه جاء متجسدا من الناصرة. دي معناها لا تحتقر إنسان وما تستقلش بحد ولا تحتقر مكان. احنا حتى لغاية دلوقتي في بعض الاماكن سمعتها مش حلوة، تكون منطقة فقيرة شعبية فيبقى الواحد يتكسف يقول ان انا ساكن في الحتة دي، او منطقة مشهورة بخطية معينة، منطقة مثلا فيها تجار مخدرات، او منطقة فيها ناس بلطجية، او فيها اي انحرافات، فتلاقي الواحد مكسوف. وبعدين لما نسمع ان حد من المنطقة دي بقى خادم، نقول معقول بقى المنطقة دي تطلع حد بالمنظر ده، او اذا كان المسيح نفسه طلع من منطقة سيئة السمعة اسمها ناصرة. لا تحتقر انسانا ولا تحتقر مكان، وما تعملش احكام عامة. احكام عامة يعني ايه؟ احيانا نغلط الغلطة دي، نقول مثلا سكان المحافظة الفلانية بخلة، سكان المحافظة الفلانية مكرين. فما ده ظلم لما انا احكم على بلد بحالها ان كل الناس كده. فدي سموها الاحكام العامة، ان انا بحكم على شعب بحاله، اقول المصريين كذا، الانجليز بردين. طبعا الاحكام العامة دي فيها ظلم للناس. ممكن جدا ان الناصرة يخرج منها اروع من هو صالح، مش بس امن الناصرة يخرج شيء صالح، ده ما فيش حد طالع صالح زي اللي طالع من الناصرة. لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. الآية دي مشجعة جدا، اذا كان نفسك فيها ضيق الوعد الالهي خلاص ما فيش ظلام هيجي على هذه النفس التي عليها ضيق. اذا كان الزمان اللي عدى لغاية دلوقتي لغاية امبارح اهان نفسيتك واهان قلبك، ثق ان الزمان اللي جاي اللي هو الاخير سوف يكرم. حكاية الزمان الاول والاهانة اللي حصلت لارض زبولون وارض نفتالي مذكورة في سفر الملوك الثاني، لما بيقول في أيام فقح ملك إسرائيل جاء تغلس فلأثر ملك أشور وأخذ عيون، دي بلد اسمها كده أو منطقة اسمها كده، وقابل بيت معكة وينوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالي وسباهم إلى أشور. يبقى دي حصل إهانة للمنطقة دي. وآية تانية في أخبار أيام التاني يقول فسمع بنهدد الملك آسى ده اسم الملك، وأرسل رؤساء الجيوش التي له على مدن إسرائيل فضربوا عيون ودان وآبل المياه وجميع مخازن مدن نفتالي.
اذا حصل اهانة لهذه الاماكن وحكم ربنا ان زي ما تعبوا زي ما ايه يستريحوا. امتى يستريحوا؟ الاية رقم 2 بتشاور على زمن مجيء المسيح. الشعب السالك في الظلمة ابصر نورا عظيما، والجالسون في ارض ظلوا الموت اشرق عليهم نور. الآية دي بنفسها كده استعان بيها معلمنا متى في إنجيله علشان يقول هي دي كانت بتتكلم عن المسيح بنفس النص. الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت ظلاله أشرق عليهم نور. برضو زي ما بناخدها على مستوى الشعب كله، ممكن تتاخد على مستوى النفس البشرية. أنا أحيانا تمر علي فترات أكون جالس في ظلام. الظلام ده ممكن يكون فترات الضعف اللي الواحد بيغلط فيها. الظلام ده ممكن يكون فترات الضيق، إن في مشكلة مظلمة علي حياتي. هذا هو الشعب السالك في الظلمة. ربنا يقول لك أنا جاي أنور طريقك. يقول معلمنا بولس في أفسس: كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. يبقى الظلمة معناها الخطية، معناها الضيقات، معناها الشيطان، معناها المشاكل، والنور معناها الحلول. لذلك يقول: استيقظ أيها النائم، طبعا النائم ده في الظلام، وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. دايما لما يشتد الظلام اعلموا ان الايه الفجر قريب. وسيدنا البابا دايما يقول: مفيش ضيقة بتستمر الى الابد، مفيش مشكلة ملهاش حل، فمصيرها تنتهي. فاي مشكلة تيجي عليك او على الشعب او على بلد، نقول طالما في ظلام اكيد هيجي ايه النور. مفيش ليل لا يعقبه نهار. لازم يكون عندنا هذا الرجاء في الله اللي بينور حياتنا. مش بس أكثر نورا عظيما وأشرق عليهم نور، ولكن كمان يقول أكثرت الأمة. أنت يا رب كثرت الأمة، عظمت لها الفرح. يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. أكثرت الأمة معناها الناس اللي كانوا قليلين كتروا، سواء قليلين في العدد أو قليلين في الإمكانيات أو في القيمة. أحيانا الواحد يشعر كده في نفسه إن هو قليل قوي، واللي حواليه ممكن يحقروه، لكن ربنا لما يشرق عليه يكبره ويعظمه. وياما ربنا رفع ناس من التراب من المزبلة ليجلسهم مع رؤساء الشعب. في القصة بتاعت سفر أستير، مردخاي كان يجلس على باب الملك. باب القصر ده يعني زي ما يكون واحد كده فراش، بواب، شحات، أي حاجة. ومن الملك أو ربنا يرفعه من هذه المزبلة لكي يجلس مع رؤساء الشعب وياخذ نفس المكانة اللي كان واخدها هامان الرديء اللي كان بيعاديه. فالله يستطيع أن ينصف الإنسان المظلوم ويعدل الموازين المعوجة. فما تخافش، الأمة اللي كانت قليلة ربنا كترها زي ما قلت لكم، عدد وقوة وقيمة، وعظمت لها الفرح. كانت في حالة حزن شديد، ربنا ادها ان تكون فرح، والفرح يكون لها عظيم. التشبيهين اللي جابهم زي اللي بيفرح في يوم الحصاد. فاكرين الآية اللي تقول ايه؟ سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بدارهم، ويعودون بالفرح حاملين أغمارهم. هم رايحين يزرعوا
وبيبكوا من شدة التعب، سيرا كانوا يسيرون هم بكون حاملين بظهرهم. دايما الانسان اللي بيشتغل يتعب، لكن هو راجع يحمل الاغمار، اغمار يعني معناها كميات ضخمة من الاثمار والنتائج الجميلة والانجازات، يرجع فرحان. الطالب اللي بيذاكر بيذاكر وهو تعبان، لكن كل التعب يتنسي ساعة ما تظهر النتيجة. الانسان المجاهد في حياته الروحية طول الطريق ماشي هو باكي، باكي على خطاياه، باكي في جهاده الروحي، باكي من اجل ضعفاته، لكن في الاخر لما يدخل السماء هيدخل وهو يحمل الاغمار فرحان. فيقول هنا يفرحون امامك كالفرح في الحصاد. عايز يشبه هنا ان فترة الحزن والظلام، فترة العقوبة، كأنها كانت فترة التعب اللي بيحصدوها دلوقتي الثمرة بتاعتها. وايضا التشبيه الثاني كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. اقتسام الغنيمة ده بيحصل امتى؟ بعد الحرب. طب اللي رايح حرب دوت رايح نزهة، يعني ده رايحين يعرضوا انفسهم للموت، رايحين حرب مش عارفين هيغلبوا ولا يتغلبوا، مش عارفين مين فيهم اللي هيموت ومين فيهم اللي هيرجع، فرايحين بالبكاء، رايحين بالقلق، رايحين بالتعب. وبعدين ينتصروا ويبتدوا يقتسموا الغنيمة. شوف بقى الفرحة بتاعت اقتسام الغنيمة. فبيقول كذلك انت في حياتك الروحية هتمر عليك ايام تبقى زي اللي بيزرع، بس هتجيلك ايام تحصد. هتمر عليك ايام كمان داخل حرب طبعا ضد الشيطان، بس هيجيلك الوقت اللي تقسم فيه الغنيمة. والغنيمة بتاعتنا ضد الشيطان هي ان انت بقى عندك فضائل وعندك مواهب وعندك نعم نتيجة هذا الجهاد الروحي الشديد اللي كان ضد الشيطان. برضو حكاية اكثرت الامة عظمت لها الفرح وكالفرح في الحصاد واقتسمون غنيمة، بتشير الى زمن المسيح. فرق كبير ان كان في شعب واحد يعرف ربنا، هم اليهود، عيلة نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب، اللي بره السلسلة دي ملوش علاقة بالله. لما جه المسيح قال له اكثرت الامة، لان دخل في وسط دول كمان ايه جميع الشعوب، كل القبائل، كل الالسن، كل بقاع الارض، كل الناس بقى ليها فرصة تدخل في شعب الله. فازداد عدد المؤمنين بعمل الروح القدس. ده يوم العنصرة لوحده دخل كم واحد؟ 3000. اكثرت الامة. والفرح هو فرح الكنيسة بنصرة المسيح على الشيطان. يوم الصليب المسيح اللي ساكن في الكنيسة وحاضر فيها باستمرار هو اللي بيعظم لها الفرح. وعشان كده تلاحظوا ان كنيستنا دايما في حالة فرح، دايما كل يوم ألحان ما بنبطلش. والحصاد هو بقى المجيء الثاني، والغنيمة هي اللي هناخدها لما نوصل للسماء. في سفر القضاء يقول ايه في نشيد كده، ألم يجدوا ويقسموا الغنيمة بعد الحرب، فتاة أو فتاتين لكل رجل غنيمة ثياب مصبوغة لسسرة، غنيمة ثياب مصبوغة مطرزة، ثياب مصبوغة مطرزة الوجهين غنيمة لعنقي. فيا بخت الإنسان اللي يدخل في حرب روحية وينتصر، في الآخر هياخد بقى إيه الغنيمة. ويقول هنا سبب الفرح وسبب الكثرة بتاعت الأمم إيه؟ لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان. النير حاجة تقيلة، الشعب ده كان خاضع تحت نير، في حكام بيحكم عليهم بصعوبة، متقالين عليهم الضريبة، متقالين عليهم
العقوبات، الناس شغالة كأنها عبيد بنير. وعصا كتفيه، انتوا عارفين ده النير ده كان يستخدم على الكلمة اللي بيحطوا فيها عرق خشب على اثنين من البهايم بيدوروا ساقية ولا بيحرطوا ارض، عشان كده استخدم كمان كلمة عصا كتفيه كأنها محطوطة على كتف الشعب. وقضيب مسخره، يعني الراجل اللي بيسخر الناس دول، سخر معناها بيشغلهم بالعافية وبدون أجرة، ماسك في ايده عصايا يضربهم لو ما اشتغلوش. جه المسيح عمل ايه؟ اخذ بكله وكسرهم. طبعا هنا اشارة للسلطان الظالم بتاع الشيطان، كان مسيطر على البشرية بطريقة بشعة ومتقل عليهم العيار وبيسبيهم للخطية، محدش قادر يفلفص من ايده. فجه المسيح كسر ده كله. حكاية عصا كتفيه ونير ثقله وقضيب مسخره عامل زي الآية اللي بتقول ويل لأشور قضيب غضبي والعصا في يدهم هي سخطي. لاحظوا هنا أشور ده شعب وثني، ربنا اعتبرهم هم القضيب بتاع غضبه، يعني ادي شعبي انا هنا غلطوا، فراح جاي يأدبهم بمين؟ بأشور. اصبح أشور قضيب غضب الله. بس ليه بيقول ويل ليهم؟ مش انت اللي استخدمتهم؟ مش انت اللي سلطتهم على شعبك عشان تأدب شعبك بيهم؟ قال اه، بس انا اول ما اديت لهم الفرصة يسيطروا على شعبي ويأدبوهم افتروا، فانا هأدبهم هم كمان، بقى انا ماسك عصايا في ايدي أدب بها ابني قمت موته، فعشان كده انا هأدب هذا أشور. والعصا في يدهم هي سخطي، كان في الاصل كده ان ربنا مستخدمهم يأدب بهم شعبه لكن هم غلطوا. وفي اشعياء 14 يقول قد قصر الرب عصا الاشرار قضيب المتسلطين. طبعا نتيجة ان الواحد يسلم نفسه للخطية والشيطان هيبقى فعلا في نير فوق كتفه، وفي تقل مش قادر يتحرر منه، يحس نفسه انه متكتف مش عارف يتحرك. فتيجي الآية الجميلة تقول ايه؟ فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا. هو اللي يشيل عننا هذه الاعباء. طب ايه حكاية كما في يوم مديان؟ هنا ربنا بيفكرهم بقصة قديمة ان هم تعرضوا للحرب مع مديان والله نصرهم، فقال هيجي اليوم اللي انا انصركم كما في يوم مديان. كما في يوم مديان دي تفكرنا احنا المسيحيين كما في يوم الجمعة العظيمة، يعني كل ما الشيطان يفرد جناحته قوي ويشد الحرب عليا ويوقعني في الخطية، ربنا يقول لي بص انا ممكن اخلصك منه كما في يوم الجمعة العظيمة بالظبط، همسكه وكتفه واديله علقة. ده اللي حصل يوم الجمعة العظيمة، اشهرهم جهارا. حكاية يوم مديان دي موجودة في سفر القضاة، لما جدعون دخل الحرب وكان معاه عدد كبير من الناس، ربنا قال له انا مش عايز منك غير 300 بس من كل الجمهور ده، وضرب الثلاث مائين بالابواق، مجرد مسكوا ابواق ضربوا فيها، فنتيجه الابواق دي الاعداء فكروا ان في جيش ضخم جاي، ربنا القى في قلوبهم الرعب، جعل الرب سيف كل واحد بصاحبه، ضربوا في بعض وبكل الجيش، فهرب الجيش الى بيت شطه الى سربه حتى الى حافة اي المحولة الى طيار. هم هزموا نفسهم، مجرد الجيش اللي كان مع جدعون ضربوا بالابواق، التانيين اتلعبوا وضربوا في بعض وهربوا. فقال له انا هعمل كده زي يوم مديان، من غير ما انت تخسر ولا جندي واحد، هألقي الرعب في قلوب الاعداء حتى انهم يقتلون بعضهم بعضا وانت واقف تتفرج. دي وعود ربنا اللي بتتكرر في كل جيل. صحيح احنا وحشين
نستاهل كل عقوبة، ربنا بيسلمنا للعقوبة لكن لها حدود. أول ما الناس اللي بيأدبونا يفتروا، يروح ربنا يلقي في قلوبهم الرعب، يضربوا في بعض ويختلفوا مع بعض وينقسموا على بعض، وانت واقف تتفرج، الرب يقاتل عنكم وانتم ايه تصمتون. في مزمور يقول افعل بهم كما بمديان، كما بسسرة، كما بيابين في وادي قيشون. ده طبعا هنا بيتكلم عن الاعداء، لكن احنا بالنسبه لنا نتكلم عن الشياطين، عدو الوحيد بتاعنا هو الشيطان. وفي سفر اشعياء برضه يقول يقيم عليه الرب الجنود صوتا، صوتا اللي هو كرباج، كضربة مديان عند صخرة غراب، الصخرة اسمها كده، وعصاها على البحر، ويرفعها على اسلوب مصر. اسلوب مصر يعني زي الضربات اللي موسى ضرب بيها ارض مصر، ضربات العشر. فالنير التقيل والعصا اللي على الكتف والقضيب اللي بيسخرنا، كل ده ربنا هيكسرهم كما في يوم مديان. دايما الله يخلص شعبه ويهلك اعدائه. لان كل سلاح متسلح في الوغى، الوغى يعني الحرب، وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار. شوف دي معناها ايه، العدو جاي ومعاه اسلحة يتسلح بيها عشان يحطم شعب الله، ربنا قال له السلاح ده كله انا هرميه لك في النار ولا لي قيمة. ايه الرداء المتدحرج في الدماء ده؟ نتيجة الحرب الناس تقع من فوق الحصنة او تقع من فوق المركبات الحربية متعورة وتتدقلب على الارض، فتلاقي الثياب بتاعتهم اتملت بالدم، فالمنظر نفسه بيلقي الرعب في نفوس الناس اللي بتحارب. قال له كل دوت هحرقه بالنار ولا يبقى له وجود. عامل زي الآية اللي بتقول لأنه هو ذا الرب بالنار يأتي ومركباته كزوبعة ليرد بحمو غضبه وزجره بلهيب نار، لأن الرب بالنار يعاقب وبسيفه على كل بشر ويكسر قتل الرب. الله قادر ان هو يغلب الأعداء بكل الطرق. كان عايز يقول اول سبب للفرح اللي هيعيش فيه الأمة اللي هي عظمت له الفرح، انك تتحرر من النير الثقيل بتاع الشيطان. وتاني سبب ان الأسلحة والحرب بطلت. زمان المسيح زمن السلام، والمعنى الروحي ان نار الروح القدس هتاكل سلاح الأعداء ورداء الشياطين اللي هو يعني مخضب بدماء الأبرياء، الشياطين اللي بيقتلوا وليهم دماء ثيابهم مليانة بدم الأبرياء، ربنا هيخلصنا منهم. وطبعا سلام المسيح يجي يحل على كل قلوب المؤمنين والفرح يزيد، ويصير العدو الشيطان بلا سلاح. وزي ما القديس أثناسيوس الرسولي وصفه، قال هو الشيطان عامل زي أسد، الأسد مرعب، لكن في مصارع جبار دخل في الحلبة وقعد يضرب الأسد في دماغه لغاية ما دروخه، بقى الأسد عامل زي القطة مدروخ، وبعدين مد ايده جوه بقه وخلع لها انيابه فمبقاش ليه قوة. قال الأسد بقى اللي كان فارد ذراعته على الناس بقى زي حيوان أليف يجي الأطفال يلعبوا بيه، تصوروا معاه ملوش قيمة. قال هكذا الموت وهكذا الشيطان عامل زي الأسد المرعب، لكن لما جه المسيح متجسدا دروخه وخلع أنيابه فأصبح ملوش سلطان على الناس. تقولي ملوش سلطان؟ وكل اللي احنا بنقع فيه دي
حقيقة بيقع بمزاجنا. هو الشيطان بيعرض البضاعة بتاعته واحنا بنجري عليها، لكن هو ملوش سلطان علينا. وبعدين يتقال بقى الآية الجميلة اللي انتوا حافظينها، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. ده السبب بقى في ان الشيطان هينتزع سلاحه، ملوش قوة. ايه السبب؟ هيتولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويضع اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. واضح طبعا النبوة دي عن سيد المسيح. يولد لنا ولد يعني الله يتجسد، وزي ما قال قبل كده في الاصحاح 7، يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعى اسمه عمانوئيل. نبوة عن ميلاد المسيح. الملاك لما بشر الرعاة قال لهم انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص ومسيح الرب. نبوة يولد لنا. خلي بالكم اي طفل في الدنيا بيتولد لابوه وامه، يعني هم دول اللي بيتمتعوا بيه، هم دول يعني يملكوه. تولد لهذه الأسرة، يقول لك ربنا اداني ولد. مين بقى الولد اللي هو لنا كلنا؟ يولد لنا، ده هو المسيح اللي هو مولود من أجل كل البشرية. وعشان كده الملاك قالها للرعاة، يولد لكم، قد ولد لكم اليوم. لكم مين؟ يعني واحد من الرعاة واقف يقول له أنا ما اتجوزتش، إزاي تولد لي ولد؟ واحد تاني يقول له أنا عندي عيال ومراتي مش حبلة. طبعا يقول لهم لا، اتولد لكم لكل الشعب ولكل الشعوب، مش بس شعب اليهود. ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. والنعمة بتاعت مجيء المسيح متجسدا وصار ولد قالها بولس الرسول في رسالة العبرانيين، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، الأولاد اللي احنا كلنا، كلمة ولد معناها مولود، يعني كل من ولد من امرأة فهو ولد، مش الولاد بس والبنات، لا، كل من ولد فهو ولد، جاي من فعل الولادة يعني. فكلمة تشارك الأولاد اللي هو أولاد آدم، تشاركوا في اللحم والدم، عمل المسيح اشترك هو أيضا كذلك فيهما، اشترك في اللحم والدم بتاعنا. ليه؟ لكي يبيد للموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. دي بالضبط على الحتة اللي قالها إشعياء. الظلام انتهى، سلاح الشيطان اتاخذ منه. ليه؟ لأنه يولد لنا ولد، جاي علشان يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. ابنا ده اللي هو أساسا ابن الله الذي صار ابن إنسان. هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه، ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ابن الله صار ابن بشر لكي يجعل أبناء البشر أبناء لله. ابن الله صار ابن إنسان لأن ابن الإنسان ما عرفش يغلب الشيطان، فجه لبس جسدنا عشان يغلب بينا. لأن لو هو غلب الشيطان بصفته ابن الله هنقعد احنا مهزومين. فقال له لا، أنا هاجي وهبقى ابن إنسان وأغلبك بصفتي ابن إنسان عشان تبقى النصرة منسوبة لينا احنا كلنا. تعرفين زي ايه مثلا؟ مش بتسمعوا احيانا في فرق الرياضة بيشتروا لاعب؟ طب اللاعب اللي جاي ده اصلا ما كانش اهلاوي ولا زملكاوي، اشتروه لما دخل في الفريق بقى تبع الفريق. وبعدين قعد رجله زي
تتلف في حريق زي ما يقول لك، عمال يشوط الكره تدخل جوه. انت الغلبه دي اتحسبت ليه، هو ولا للفريق؟ بالظبط كده. فالمسيح هو الوحيد اللي يقدر يجيب جون في الشيطان، احنا مش عارفين. فقال له ممكن تيجي تدخل في الفريق بتاعنا، ندفع فيك كام؟ قال انا هاجيلكم مجانا، انا هاجيلكم لاني بحبكم وهغلب الشيطان وانا جوه الفريق بتاع البشر. فتبقى النصرة محسوبة لمين؟ للفرقة بتاعتنا. جه لاعب غريب يتشرع بالملايين وجه هدية وقال انا هشتغل معاكم باسمكم، وهو الوحيد اللي يقدر يغلب الشيطان، وكانت الغلبة لصالح البشرية. عشان كده لانه يولد لنا ولد ونعطى ايه؟ ابنا، اللي هو كان ابن الله بقى ابن انسان. ولم يزل ايضا هو ايه؟ ابن الله. لم يزل الها، اتى وصار ابن بشر، لكن هو الاله الحقيقي، اتى وخلص. هذا الابن هتكون الرياسة على كتفيه. دايما الرياسة تبقى على الدماغ، تاج. الرئيس يقعد كده ويحكم ويؤمر وينهي والناس تتنفذ، لكن نظام المسيح الرياسة على كتفه. كتفه يعني ايه؟ حمل، وهي الصليب فعلا. لقد صار المسيح رئيسا بالصليب، لانه حمل الصليب على كتفه. وكل واحد عايز يمشي ورا المسيح يفهم ان الرياسة بالنسبة لنا هي ايه؟ عبء، هي حمل، مش شرف، مش فخر. زي ما يقول معلمنا بولس لتلميذه تيمساوس، ان اشتهى احد الاسقفية فقد اشتهى ايه؟ عملا صالحا، مش كرامة، تعب. فالرياسة على الكتف. عشان كده قبل الصليب او بعد الصليب على طول جه المسيح قال ايه؟ دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. طب يا رب يسوع، اصلا انت الله اللي ليك كل سلطان. قال لا، ده دفع الي بصفتي انسان، دفع الي بصفتي انسان. هرجع تاني للمثل بتاع اللعيب اللي جالنا من بلد غريبة ده. فهو اساسا راجل عنده ملايين الدولارات، يعني غني جدا لانه بيلعب وبياخد فلوس. فلقى فريق غلبان تعبان، قال لهم انا اجي، مش هتشتروني، هاجي لكم مجانا. طب انت نتيجه هتلعب معانا هناخد كاس العالم وهيدونا مبلغ ضخم جدا. خلاص هجيبه ليكم، مش هي انا مش محتاج له. فدفع الي كل سلطان، انا مش محتاج له، اخدت السلطان وديته للكنيسه. دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. انت اصلا يا رب يسوع صاحب كل سلطان، يقول ده من وجهه نظر اللاهوت، لكن بصفتي انسان ما كانش عندي سلطان، اخدته بقى ايه؟ بالصليب، لما شلت على كتفي. عشان كده يقول في كورنثوس الاولى، يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه. يملك على الصليب، يتبقى الشياطين تحت رجليه. ويدعى اسمه عجيبا. طبعا المسيح عجيب. لما ظهر لمنوح ابو شمشون قال له اسمك ايه؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب. طبعا كلمة عجيب دي الواحد لما يقعد يتأمل فيها مش هنخلص. عجيب في ميلاده، مين في الدنيا تولد من ام من غير اب؟ وعجيب في طباعه، وعجيب في تعليمه، وعجيب في محبته، وعجيب في احتماله للخطاه، وعجيب في موته وقيامته. كل شيء فيه عجب. فاسمه يدعى عجيبا ومشيرا. مشير هنا بمعنى حكيم، بيعطي المشوره. كلمه مشيرا مترجمة في الترجمة السبعينية رسول المشورة العظمى، وموجودة بالنص ده في التسبيح، ان اسمه يدعى ملاك المشورة العظمى. المشورة العظمى هي المشورة الثالوثية من اجل خلاص الانسان.
هو اللي جه يتمم هذه المشورة. يعني الآب والابن والروح القدس اتفقوا مع بعض الإنسان ده لازم يخلص. فالابن قال أنا أنزل أخلص الحكاية دي. هو جاي نتيجة المشورة العظمى وجاي عشان يحققها لينا. لكن كمان كلمة مشير بمعنى أنه هو بيدينا المشورة. عشان كده في كورنثوس الأولى يقول عن المسيح هو قوة الله وحكمة الله. وفي كلوس يقول المدخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. فإحنا بنعرف من المسيح نسأله جاوبنا يعرفنا كل شيء. عشان كده قال في صلاته الوداعية للآب أنا أظهرت اسمك للناس. وبنقول له في القداس الغرغوري الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية. يا بخت الإنسان الذي يستشير ويكون المشير بتاعه هو ربنا يسوع المسيح. يدعى اسمه عجيبا لأنه فائق الإدراك مشيرا. يقول أعطي اسما فوق كل اسم. اسم المسيح فوق كل اسم. وطبعا انتوا عارفين اسمه يسوع يعني مخلص. وكل من يدعو باسم الرب يخلص. فهذا الاسم عجيب لانه يخلص. لكي تجسو باسمه كل ركبة ممن في السماء وممن في الارض ومن تحت الارض. يدعى اسمه عجيبا مشيرا الها. شوف خلي بالك اول الاية يولد لنا ولد. الولد هيبقى اسمه إله. هل احنا عندنا تعدد آلهة؟ يعني كلمة إله دي يعني واحد من ضمن الآلهة؟ حاشا. هو كم إله؟ واحد. يبقى الولد ده المولود والابن اللي أعطيناه هو الله الواحد. يدعى اسمه إلها قديرا. لأن المسيح واحد هو القدير. قدير بمعنى كثير القدرة. قادر على كل شيء. فيش حاجة تصعب عليه. زي بيقول في تيتوس منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الإله القدير. إلها قديرا أبا. خلي بالكم في الثالوث ركزوا معي في الحتات. جوه الثالوث المسيح ابن. مش ممكن يكون اب. بره الثالوث المسيح اب لينا. في ناس يقول لك ما تقولش بابا يسوع لان الابوة للاب بس. طب الاية دي تتكلم عن يسوع عن الاب. فهو ابن جوه الثالوث لكنه اب لينا. فيدعى اسمه اب. اب. كلمة إله قدير ممكن تخوف. وراها على طول أب تطمن. الإله القدير بالنسبة لي إيه؟ أب. أب حنون ومحب. وأبدي معناها ملوش نهاية. والأبدي معناها لا يتغير. عارفين ليه؟ الإنسان حياته على الأرض دائما للأبد ولا زائلة؟ تعرفين زائلة ليه؟ لان احنا بنتغير. تلاقي الواحد في يوم من الايام كان طفل صغير بعدين بقى فتى بعدين بقى شاب في عز القوة بعدين المنحنى يبتدي ينزل والصحة تبتدي تدهور ويبتدي يدخل فيه العجز بعدين يموت. لكن لو انا تخيلت ان واحد اتولد مش بيتغير. اتولد في سن شباب كده وقعد 50 60 70 سنة ما بيعجش. ده معناها مش هيموت. ماشي على طول. فالابدي لا يتغير. فلما يقول لي ده اب ابدي معناها ابوته ليا ايه؟ مش تتغير. فالرفع ده انا غلطت. ما يمنعش ان انا ابنه. واي حد فينا مش ممكن يزعل مع والده ويرجع لصالحه. حتى لو قال له لا ما انت ابني ولا اعرفك يرجع يقول له خلاص تعالى يا نتصال. حتى لو قال له انت مش ابني حقيقة هو لا يستطيع ان ينكر ان هو ابنه.
فإحنا أولاده والأبوة بتاعته أبوة أبدية ورئيس السلام، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. فالمسيح سلامنا. هذا الولد والابن اللي هو الله الظاهر في الجسد القدير اللي بالنسبة لنا أب عظيم واسمه عجيب ومشير ورئيس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. نمو رياسته يعني ايه؟ هو رئيس، بس اي رئيس في الدنيا بيبقى رئيس على حتة ما بتكبرش. يعني مثلا رئيس مصر، رئيس مصر يعني المساحة بتاعت مصر محدودة على الخريطة، رئيس امريكا رئيس امريكا. لكن المسيح رئيس، ان الرئاسة بتاعته بتنمو لان في قلوب كثيرة من البشر بتدخل في هذه المملكة. يوم ما ابتدى المملكة بتاعته كان عنده 12 واحد، شويتين بقى فيه كمان 70، وبعدين بقى فيه 3000، وبعدين 5000، وبعدين كده عمال تكبر. ومليارات البشر من ساعة التجسد حتى الآن وإلى المجيء الثاني بيدخلوا في مملكة المسيح. فالرئاسة بتاعته عمالة إيه؟ تنمو وتتسع وملهاش نهاية. وللسلام بصفته رئيس سلام، السلام بتاعه ملوش نهاية، مش زي البشر يعيشوا فترة السلام وبعدين يعني تقوم حرب، بعد ما يتدغدغوا يقول لك يلا نتفق عشان احنا تعبنا من الحرب، ويعملوا هدنة ويعملوا معاهدة سلام، شويتين ينقضوا المعاهدة ويقوموا حرب. السلام بتاعهم سلام مؤقت مزيف، لكن سلام المسيح لا نهاية له على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعبدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا، غيرته هي على شعبه هي اللي تعمل كده. في نبوة في دانيال بتقول في أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة، دي مملكة المسيح، مملكة لن تنقرض أبدا. لاحظوا هذا الوعد، لحسن أحيانا الناس تخاف يقول لك طب إيه مستقبل الكنيسة، ده في وعد يقول لك لن تنقرض أبدا وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. دي مملكة المسيح. عشان كده الكلمة اللي قالها الملاك في البشارة بتاعته عن المسيح، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها. طبعا كرسي داود هو مملكة أورشليم، في المعنى الروحي معناها ملكوت السماوات، أورشليم السماوية. يثبتها الكنيسة ويعبدها، يعني يديها دعم بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا، عامل زي ما قال في سفر الملوك الثاني، لأن من أورشليم تخرج الباقية والنجون من جبل صهيون. غيرة رب الجنود تصنع هذا، لما تلاقي ربنا عظم الصنيع معنا افتكر الآية دي، غيرة رب الجنود تصنع هذا. مش عارف الوقت خلص، فنوقف عند الآية رقم 8 نبدأ بيها بإذن الله المرة الجاية. لإلهنا المجد الدائم.